السيدة الرئيسة، أولا نتمنى المجهودات اللي تقوم بها الحكومة على السيد الوزير في القطاع ديالو. غير عندي بعض الملاحظات السيد الوزير فيما يخص طريق مراكش ورزازات. مراكش ورزازات هذه 6 سنين ولا 7 سنين الآن مازال ما كملتش هذه الأشغال فيها، علما أنه يمكن كان واخدين على جوج المقاولات، واحد يمكن توفاه الله. وهنا خصنا نبداو السيد الوزير انه يبدا ديروا في القانون انه اذا كان شي اشكال مع شي بعض المقاوله انه خصها تدخل الحكومه ويدخل وزاره الجهيز. كذلك فتح الطرق، اذا كان شي يعني فتح شي طرق ما تفتح لناش 40 ولا 50 كيلومتر في اي بلاصه، وتيوليو الناس غاديين طومبول مورا طومبيل. كذلك الثالثه وهي السيد الوزير تنطلبوا منكم باش تمربجوا واحد المقطع اللي مهم وهو برشيد الرباط، لانه ولا في دخلات الدار البيضاء والرباط انها طريق يعني صعيبه بزاف، وهذا يعني من حدا المطار باش يجي مباشره للمدخل ديال الرباط، ونكونوا يعني قدمنا واحد الخدمه لجميع سكان المغرب. شكرا. شكرا السيده الرئيسه، شكرا السيدات والساده النواب المحترمين. انا بغيت فقط نأكد بأنه أولاً هذا المنظور اللي ماشيين فيه والعمل اللي تنقوموا به، فاحنا تركزوا على أولاً العمل على حل هذه الإشكاليات اللي تكلمتوا عليها، اللي هي مرتبط الربط ما بين الأقاليم، لأن هذا من بين النقاط الأساسية اللي غتساعد بحال اللي قلت لكم الهدف ديالنا هو الفك العزلة على الأقاليم، وبالتالي الربط ما بين الأقاليم أعطينا الأولوية في إطار هذه الطرق. وأنا اللي بغيت نقول لكم هو العديد من النقاط اللي تفضلتوا بها راه داخلة في إطار المخططات التنمية الجهوية اللي اشتغلنا معها مع الـ مع الـ مع الـ مع الـ الرؤساء الجهات، واللي ان شاء الله من بعد المصادقه عليها غيمكننا نقول لكم ها هما النقط اللي هي ان شاء الله درجناها في اطار هذه البرامج في اطار الاولويات اللي حددنا بالنسبه لهذه الولايه. نقطه ثانيه وهو انه اعتبرنا كذلك انه من الضروري ان نعمل على العمل على إعطاء هذا الربط ما بين إعطاء الأولوية بالنسبة للطرق القروية للطرق السياحية، للطرق اللي تدي الأسواق، للطرق اللي تدي المدارس، للطرق اللي تدي كذلك للمستوصفات، باش نضمنوا الخدمات الأساسية بالنسبة للمواطنات والمواطنين. نقطة ثالثة وهو أنه بالنسبة للجانب ديال اللي تفضلتوا به ديال تسريع الوتيرة، حنا تنشتغلوا على الامور، ولكن كاين بعض الصعوبات الاداريه هذا تخصنا نعترفوا به، لان مني واحد المقاوله تتلقى صعوبه باش تكمل، فتخص الواحد يفسخ الصفقه يعاود يدير صفقه اخرى، وهذا تاخذ شيء من الوقت، ولكن حاولنا كل ما امكن اننا ننقذوا هذه المقاوله ونعاونوهم باش انهم يكملوا البرامج والمشاريع اللي هما تيتكلفوا بها.